السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم محمد البسيمي ومعي فهد الشيحة، واليوم نلعب ستار وورز باتل فرونت 2 يس على البي سي. طبعا احنا فاتحين الحين انفيديا جي فورس اكسبيرينس عشان حطينا المواصفات على الاوبتيمال سيتنجز، يعني افضل اعدادات تناسب اللعبة. وطبعا نشوف الاعدادات تطلع قدامك، وفي الرهيب في جي فورس اكسبيرينس انا احط لك شرح حتى انه ايش معنى الكلمات هذه اللي قاعد تشوفها قدامك، ايش معنى تي اي اي، ايش معنى اتش بي اي او، تعرف الفرق في الجرافيكس لما تحطها. عموما بنحط لكم رابط جي فورس اكسبيرينس اللي مو محمله على جهازه يحمله تحت، واليوم جالسين نلعب على كرت انفيديا جي تي اكس 1080 تي اي 1080 تي اي اقوى كرت جرافيكس مفرد موجود. ليش؟ لاننا نبي نوريكم اللعبه 4K حقيقي جدا جدا مع 60 اطار باعلى اعدادات للعبه، كل شيء زي ما تشوفون على الالترا. فخلينا نبدا اللعب. فهد يلا هذا اللعبه تشتغل. اوكي طبعا اللعبه هي نفسها الجزء الاول، بس اضاف فيها شيء زياده فيها، زي اضاف الكامبين مود اللي طور القصه والمالتي بلاير العادي متعودين عليه، والاركيد هو نفسه اللي كان يقال طور القصه بالجزء الاول. فنبدا نشوف اوريكم الكامبين اللي القصه مين ستوري، في قصتين تفتح ثانيه بعدين. خلنا نختار مهمة عشان أشخص الوقت ولي نفسها. خلنا نكمل نفس الشيء. سكن طبعاً هذه اللعبة تكون يعني مخصصة للفانز حقين ستار وورز، أيضاً حتى لو أنت منت الفان ستار وورز تعجبك. أنا ماني فان ستار وورز ولا محمد فان ستار وورز، وعجبتنا اللعبة يعني صراحة كاللعب. مو فانز يعني احنا شفنا الافلام بس هذا حد، بس يعني مو متعصبين. اوكي الطيارات هذه اوكي، في طبعا في تنوع كثير باللعبه زي ما تشوفون، هذه مرحله الطيارات. مرحله الطيارات ونشوف قدامنا الحين 60 اطار ثابته ما شاء الله. الطيارات 60 صح، هذه 60 ثابته. طبعا زي ما تشوف محمد الجرافيكس تحسه فعلا كانك داخل الفيلم نفسه مع اللعبه، فواضح انهم تعبانين عليه. وش ذا؟ وش السواقه ذي يا اخي؟ عرفت اللي تسوق كذا بعدين خلاص بس لا تصرف الحين معك، الحين بطلني يلا عدل فضاء، انت في الفضاء يعني الدنيا واسعه ما شاء الله، ما حبيت الا تطق في العمود ذاك. لا 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 وين شوف فيه وريني ايام المفروض دل هذا يا اخي، كنا جهاز كمبيوتر دائما اشوف اسمه طول اللعبه هو معي، مو في واحد من اخوي يعني. طبعا القصه قاعد تلعب انت بواحد من او لا واحده اسف من الاعداء اللي هم الامباير، الامبايرز طبعا الامبايرز امسك صاحب لسان مسمى، بس انهم الاعداء مش اللي حقين احنا الاشرار لوك ساي ووكر. ايه فبدايه الجيم انت محبوسه بنت هناك، بعدين تطلع من السجن وتهرب منهم، وحين بعد ما هربت من الكوكب حقهم ركبت السفينه حقتي هذه برجع مكاني، بس اكتشفت ان هذول هجموا على سفينتنا الكبيره، الحين قاعد احاول اني ادافع عنها. طبعا اللعبه فيها اشياء كثيره عندكم، كل يعني لو كان النظام العادي اللي تمشي ولا نظام طياره عندكم ثلاث خواص، ال بي هنا طبعا صار يسرع، طبعا يكون اي شيء ثاني مو شرط يسرع. يا انه فقع وجهي والله، تفقع وجهك صراحه فشلت الامباير يا اخي، صعب اتكلم ولا محمد ضاعت علم الامباير. لا لا اوكي. وعندكم بعد الار بي هنا، وش يسوي الظاهر يشتتهم ولا ما يسوي لحظة. وعندك ال والبي يسوي الابيلتي حق الابيلتي. اسكر زي قبل شوي اسكر. لا خلاص اتبنى فقعتك. وش ودي الحجمة الحالية ذي؟ ما ادري يعني. لا لا لا. زين بس خلنا نذبح طيارتين حد بعدين نوريهم المود الثاني. ان هذا المود يعني هذه الذبحتين للشرف ها؟ اي للشرف هذه الأولى. يلا. ثانية. مكتب عليها المنات يعني اذبحها. ايوه ايوه. طبعا كل اللي تشوفون هذا يصير اونلاين. اوكي هذا المود، خلينا نروح للمود العادي حق الجيم غير الطيارات. انا كنت اوديكم هذا قبل بس دخلت هنا بالغلط، فالحين نشوف هذا المود اللي اتكلمكم عنه اللي هو المود اللي تمشي فيه يعني زي مسدسات كذا. طبعا في اكثر من تصوير، تصوير الفيرست بيرسون وتصوير الثيرد بيرسون زي ما تشوفون. طبعا ما باللعبة دي انصحكم تعملون كلها فيرست بيرسون احسن، لان هي مصممه عشان ذا الشيء اصلا. مقطع الجرافكس هنا روعه. ايوه شوفوا النار، شوفوا الابعاد 4K. في شيء بقوله انا عن الشباب، يعني حتى لو ما عندك كرت 1080 تي اي وما تقدر تلعب 4K، اذا كان عندك كرت 1060 تقدر تلعب 1080p، اذا كان عندك كرت 1070 تقدر تلعب 1440p. اوكي ريزولوشن اعلى من 1080 طبعا، فعادي يعني في اكثر من ريزولوشن لاكثر من كرت تقدر تلعب. بس طبعا ال 4K 60 اطار شيء لا يعلى عليه. هذا احمد الحين بكهرباء، شوف ترسل الالي حقك كهرباء وكهرباء اثنين والله صح عليه. هذا هيد شوت والله جايب الهيد شوت عليك. خلص خلص المكان هذا الحين، الحين المهمة الثانية. طبعا زي ما تشوفون في ثلاث خواص عندك تقدر تغيرها بعدين
تلبسها زي ملابس. يعني عندي الحين قرنيد وعندي الرادار هذا ضغط ال وار مع بعض يسوي رادار يطلع لي كل بالشاشه. فالحين لازم اروح اسوي اباد لهم. طبعا هذا السنجل بلاير زي ما شفتوا، فصاير كانه قصه من اللعبه نفسها اللي قلت لكم عنها ان هذه البنت تلعب فيها اصلا، وهي اصلا من العداء صايره. بس في حاجه بقولها هنا دام انه في نار واجد عن التقنيات الظلال، يعني هنا انت من جد تفرق معك انك تلعب على البي سي. في اكثر من تقنيه للظلال، في تقنيه اسمها بي سي اس اس وفي تقنيه اسمها اتش اف تي اس. طبعا كل التقنيتين هذول يشتغلون مع كروت انفيديا. التقنيه الاولى هذا شيء برضو الناس ما يعرفونه كثير، التقنيه الاولى بي سي اس اس ممتازه جدا، الثانيه احسن منها اللي هي اف تي اس اتش اف تي اس، بس الثانيه تتطلب موارد اكثر، يعني بننزل لك عدد الاطارات اكثر. فانت لما تختار لعبه تدعمهم اثنينهم اختار اللي يناسبك انت واللي يناسب اداء جهازك. جد ونفس الجرافيكس اللعبه تحسها كانك مطلع لك من فيلم. شيء ممتاز صراحه. اهم شيء قدامك سنايبر انت. احب هذا سنايبر. اي والله سنايبر. في ثاني في طاوله ثانيه اقرب منه الظاهر. بس صراحه يا اخي سنايبر اخر شيء. الكهرباء خويه بيرجع لي من داخل الشجره هنا. ماتوا اثنينهم. جا خوي خلص عليهم. متخبيين قالها. ما يدري عنها هذه الهبله. قرنيت. عاد انا قرنيت دائما اكون نفسي. قرنيت. عطها. احلى شيء هيد شوت لا. امتع شيء هيد شوت في اللعبه ذيك. هذه جت لك هي راحت للهيد شوت. سامع. طيب والله لعبه حلوه صراحه. طيب احنا اخترنا طور المالتي بلاير اونلاين في اكثر من مود. جلاتيك اسولت انك في ناس يعني لاعبين ياخذون لك العالي هذا، وفي 40 لاعب موجود في الخريطه. 40 لاعب 40 لاعب في الخريطه. خليكم هيرو فيرسس فيلن، هذا اللي يخليك تختار شخصيه من شخصيات الافلام الاساسيه. فالحين نشوف. ويكون واحد زي فكره الالعاب الثانيه اللي يكون في واحد عليه انفكتد والناس لازم يحون يقتلونه او تارجت عرض الاساسينيت يسوونه. فالحين شوف الحين قاعد يدور على لعبه. الحين اوريكم اونلاين ووريكم كيف اللعبه. اللاين صراحه جربته ممتاز، كان ما في اي لاج ولا في اي مشاكل. طبعا زي العاب الاونلاين الثانيه ان في اشياء انك عشان تلفل اللاعب حقك. فانا الحين ما ادخل احس اني بتفقع وجهي لان اصلا لسه ما لفت الشخصيه حقتي. فتزيدك بطاقات مع اللعب تحط على شخصيتك تزود تعطي خواص، مثلا لما يطق اكثر ياخذ اتش بي اكثر، لما يذبح حد ياخذ اتش بي، لما يصير القنبله هذه مثلا الافكت حقها يطول اكثر زي كذا. اما ما خلي لو واحد من اللي عندهم سيوف بلا فشك ليش؟ خذ لك واحد ملحط، خذ كابتن فصمه فصمه. هذه هذه اللي جت في الافلام الجديده. انا عامل اتفاق اول هذه حقت جيم اوف ثرونز ذيك الضخمه عرفتها؟ ايه هذا هي اوكي اللي مغطين وجهها ابد صوتك ما عرفناه بالفيلم في افلام ستار وورز. نشوف الحين كابتن فاسما. يلا احنا نطلع جدورنا. انا الوقت 4-3 انا عاد احب هذا دارث مول يعجبني مره من عنده من ابسود 1. طيب اوكي طبعا الحين مع الاشرار. شوف كل واحد مع سيف لايت سيفر معطيني مسدس. انت فاسما. فاسما يلا عندي سنايبر خليك والله صبرهم. فخور شوف يودا ذاك هذاك جنني ذاك. شوف اثنين عندهم مسدسات. طيب الحين عندي حركاتي وش هي ما عرفتها. خلنا نشوف صفته ايش يسوي ذا. عنده سلاح والله كويس. انت يا ابو شباب يا كايلو رن امشرح شوف صفه يا اخوي تارجت معانا. تعال امشي 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 تعال 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 انت الكوماندر حقي المفروض. يلا اتاك اقول لك. هي حظك روح دوره الحين صار علي تارجت روح نذبحه لازم كلنا. فهم لازم ايش اسمه ايش اسمه يعيشون. قول ايش هذا؟ عطها عطها انك تكفى. اح ماتت صح علي كفو. يودا جنت في النتفه. يودا اقلب وجهك اقلب وجهك. يودا يودا جاك 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 والله صافك الحشرة ذا. اي من جدك انت وراك صار النتفه ذا. يس مات. لا ما مات. وين مات؟ مات النتفه ذا مات مات والله والله نتفناه راح. هذا تاك جديد. هذه ادفوه ادفوه. هذا معي خويي لا تخاف تدخل بلا شيء. ما ادري ايش قاعد يصير والله صفقتوهم والله فقعنا وجههم. صح علي محمد قال صح علي قال صح علي قال صح علي صح علي صح علي صح عليك كلمني انا قاعد لسه يعني انت على الخطه. اي ما في احنا من بعيد احنا
نو تارجت. تدري ايش اكثر شيء يرفع ضغطي؟ لما يصير انا تارجت. زين الحين اما انا تارجت الحين لازم ما يموتوني. ما عليك ربعك هنا معي ربعي. اي كفو كفو اخري انت. يس يس صح. وخر النتفه وخر النتفه وخر ذا عني ما تسوفيني. يدور 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 ذبحك ماستر يودا ذا ما حد يكلمه. راح لازم هم يذبحوني انا. طب خلاص انت اذا صرت تارجت تارجت حط لي. لا شوف قاعد تبدا تفتح هيد شوت. والله صح علي. شوف هذا هان سولو. شوف شوف والله صح علي. نايس يلا 9 اسيست اوكي خلاص فزنا في البدايه. هذا انا احطه شو يسوي هذا الرادار صدق يصيده. صاد 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 والله كهربها. واو لا انا بلاي اوف ذا جيم مو بكيفهم. بس وفادي نسار. يلا يلا انتم متقدمين الحين. هذا النتفه معكم تمام. هذا هذا الحشر هذا الكلب منفذني. شوفه شوفه مات مات صح. ول 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 يا خشاش سليم سليمه سليمه. والله صح علي تعلقت على الحديد. والله صدف انا متعمد ايش اسوي صدف. اوكي خلاص هذا 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 لا دف انا الحين نحمي ذا ديفند. شوف جعل ديفند هو التارجت من بعيد ضربهم اخي. اوه والله كل اسيست كل شوي انا يلا جالس هنا وشو. اي ويل بي ذا نيكست تارجت. اي ويل بي ذا نيكست تارجت. هذا يد النتفه. تعال 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 تارجت. انا انا تارجت تعال انا هذا هذا اتاك ولا تارجت راح مني بس تعال. يو ار ذا تارجت. لا انا تارجت هو التارجت كلنا عادي خلاص. بس انا اجي هنا خلي يقربون لالي حقي ذا ينتفهم. ايوه 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 فقعنا وجههم. والله رهيب فانتازما ذي محمد صارت. شوف هذا الي رهيب يفزع لي اذا حد جاي يطلق عليك. لا 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 خلوا خلوا الي حقي راح. لا موجود. كفو كفو رفع فيه ذاك وانا ضرب فيه فيدر. كفو شوف يرفع فيه وانا اضرب عليه. شو الكهرب حقي ذا. والله قلت تيم وورك انا وياه. شوف مات ذا الابنيتد خذ 17 هيد شوت. والله من جد صراحه استلمتهم. ما في انا انا احسن واحد هنا في اللعبه. يلا اثنين ديفيتد يودا باقي اثنين. يلا تعالوا تعالوا شوف التارجت اللي بعده. خليكم تحرك احسن انا. ما هم يجون هنا هم الطوف يجون كذا ياخذون علي يجون يتكففون يجون. انت التارجت سلك موت موت موت. باقي واحدة باقي واحدة. وان تارجت وان تارجت جمعني. يول بينا نكس تارجت. تعالوا تعالوا هلا والله حياكم. اهم شيء انك قاعد انت مسنتر عند هذا. اي يا اخي رهيب. انا شو كيف سويت له تكنيك. انا هذا عرفت من اخوياك الثانيين اجي اطردك. لا بالعكس انا قاعد اعطيهم فزنا فزنا. شوف شوف لازم يعطوني محمد شينا. لازم اكون انا مرتبه مرتبه. ايش هذا؟ هيفي از ذا هاند. حطاني اوكي واحد قال لي هيفي از ذا هاند. يلا ايوه وين انا؟ وين انا اصلا مو حاطيني. انا مش موجود. ما تسوى اصلا تنحط. حرام عليكم والله ما قصرت صراحه. شفت اللعب انتم صح؟ قول حطوا تحت اذا بالكومنتات انا استاهل ولا ما استاهل. اعطوه الحقيقه المره. اعطوا لا حقيقه حقيقه عادي مره ولا زين. يعطيكم العافيه على الشباب. هذه كانت ستار وورز باتل فرونت 2 مع نصايح لكيف تلعبون على البي سي وافضل اعدادات ومن الى اخره من هالكلام. وشفتونا نلعبها 4K 60 اطار معظم الوقت يعني مع انه يشتد الجرافكس تعرفون يعني عادي انه يطلع وينزل كذا. المعدل يكون 60 معك يعني. فيعطيكم العافيه على المتابعه. لا تنسونا باللايك والاشتراك يا شباب. كان معكم محمد وفهودي. اقول لكم مع السلامه. يعطيكم العافيه.